الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نجيب عن بعض الأسئلة التي وردت من إخواننا الذين يتابعون هذا البث المباشر. والسؤال الأول يقول صاحبه: بارك الله فيكم وفيكم بارك، لدي سؤال حيرني كثيرا. هناك من الإخوة من يقول: على الإنسان أن ينتسب للسلف ويقول دائما: أنا سلفي، حتى وإن كان بعيدا عن أحوال السلف وأعماله، فهل هذا صحيح؟ على الرغم من أني أقرأ القرآن يوما وأهجره أياما، ولحيتي قصيرة، وثوبي يتجاوز الكعب، وذكري لله قليل، أثابكم الله، فهل أقول أنا سلفي؟ طبعا السؤال يعني يشكر عليه صاحبه، ولكن ينبغي أن نفهم معنى السلفية. السلفية هي الإسلام الحق. فلو أن الإنسان منع من الانتساب للسلف حتى يكون مكملا لجملة الأمور المشروعة والمندوبة والمأمور بها، فإن هذا أمر يعسر ويصعب. فلو أننا أبدلنا كلمة السلفية بكلمة الإسلام، فلماذا يصح أن نسمي أنفسنا مسلمين ونحن نخالف بعض الأمور التي دعا إليها الإسلام؟ طيب، ما علاقة السلفية باللحية وبتقصير الثوب؟ أليس حتى من ينتسب إلى غير هذا المنهج المبارك يجب عليه أن يعفي لحيته وأن يقصر ثوبه وأن يجتهد في ذكر الله؟ الجواب بلى. إذن فهمنا لهذا المعنى ينبغي أن يكون في عدم التفريق بين الإسلام وبين السلفية، فالسلفية هي الإسلام. يعني كيف ينبغي أن يفهم الرجل دين الله عز وجل؟ ينبغي أن يفهمه كما فهمه السلف. لذلك قولنا إننا سلفيون أي إننا نتبع السلف في فهومهم. يعني كنتبع هذاك الشيء اللي كيقول سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وما أجمع عليه السلف من الأئمة الأربعة المتبعين وغيرهم من أضرابهم، فهذا معنى كلمة سلفي. وما قضية التقصير فلا يسلم منها أحد، لا يسلم منها أحد. إلا جينا نقول إحنا حتى نديروا هذه الأمور قاعد نسميه سلفيين، طيب مع التقصير ماذا نسمي أنفسنا؟ مع التقصير أش نقوله؟ دابا إحنا تبتالينا بشيء من التقصير وشيء من المعاصي، فنحن على الإسلام ونرجو أن نكون على سبيل من مضى، وإن كان عندنا تقصير فنرجو الله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا.